اسعار الفراخ البيضة اليوم 28/7/2023، سعر الفراخ البيضة عامل 67 جنيه، سعر البانيه عامل 150 جنيه، بانيه زي ما انت شايف من غير دهون ومتصنفر وزي الفل، عامل 150 جنيه البانيه. سعر اللي وراك النص فرخة عامل 70 جنيه، وراك النص فرخة عامل 70 جنيه، وراك اللي هو النص فرخة اللي هو من ورا على بعضه عامل 70 جنيه. سعر الدبابيس عاملة 88 جنيه، دبابيس عاملة 88 جنيه. دبابيس صافي زي ما انت شايف، كل شغل فريش. سعر يومي، سعر الكبد وقوانص عامل 75 جنيه، كبد وقوانص 75، وفي كبد بس عامله 85، في كبد بس عامله 85. سعر الهياكل عامله النهارده 33 جنيه، الهياكل 33 جنيه. سعر الأجنحة الصافي، أجنحة الصافي عاملة النهاردة 50 جنيه، أجنحة الصافي 50 جنيه. في رقب بس عامل 15 جنيه، رقب بس. سعر الوراك المخصوص اللي هي مخلية من الظهر زي ما انت شايف موضح في الفيديو، دي عاملة 88 جنيه، وراك صافي مخلية من الظهر. سعر الشيش طاووق مصنفر من الدهون عامل 145 جنيه، شيش طاووق عامل 145 جنيه، مصنفر من الدهون. سعر البرجر الفراخ عامل 110، برجر فراخ عامل 110. كفتة الفراخ عاملة 130 جنيه، دي كفتة الفراخ عاملة 130 جنيه، تتشوي معاك على الفحم او زي ما انت عايز وما تسيبش منك. صدق الفراخ عامل 130 جنيه، ده صدق فراخ عامل 130 جنيه. ده حواوشي الفراخ عامل 90 جنيه، حواوشي فراخ، كل ده شغل مضمون 100% بأمر الله. يوميا بننزل أسعار، ما تنساش تشترك معانا، يوميا بننزل أسعار، يوميا بننزل، بنعرفك الأسعار ماشية ازاي، سواء هتاخد مننا أو مش مننا. السلام عليكم.